تعرف على طريقة وكيفية التفعيل عند الاتصال بالواي فاي، نقوم بضغط على تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على البيانات والتخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا عند الاتصال بالواي فاي. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل عند الاتصال بالواي فاي، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.